أنا أعلم جيدا ما يعنيه تشويه الأعضاء التناسلية كفتاة صغيرة وعواقب ذلك والآلام والإعاقة التي ما زالت بادية حقا على يدي. في الصومال مسقط رأسي هناك نوع واحد من الختان، هو الختان الكلي، حيث تتم إزالة البذر وكشطه جزئيا حتى العظام، ثم تتم خياطة كل شيء معا من الأمام إلى الخلف حتى تصبح الفتحة صغيرة وتسمح بإدخال عود تنظيف قطني فقط. أنا شخصيا تمت خياطتي بالأشواك. من عاشت تجربة الختان ليست كمن سمعت عنها. الكاتبة فادوك كورنو أعلنت الحرب على معتقدات أهل بلدها وانطلقت لمقاومة هذه الظاهرة مدفوعة بغضبها وألم طفولتها لعلها تنقذ فتيات أخريات من جريمة تعتبر طقسا يوميا في بلادها، إذ أن 98% من بنات الصومال يتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية من دون أن ترف أشفان ذويهم ومن يساعدهم ويحثهم على ارتكاب هذه الفظاعة. للمفارقة إن هذه النسبة هي الأعلى عالمياً، فمتى تستفيق هذه المجتمعات الغارقة في جهلها؟ وكيف السبيل للخلاص من هذه العادات المهينة في حق النساء؟